Hello, how are you doing? This is me. It's a fake voice generator, and I will show you how it's easy to fake someone else's voice with just a $30. حياكم الله يا اخواني اخواتي. نعم، الصوت الذي سمعتم الان هو ليس انا من يتحدث، نعم لست انا، بل هو الحاسوب. فقط كتبت عليه سكريبت والحاسوب شرع في نطق هذا الكلام بصوتي. نعم، قد تكون مفاجأة بالنسبة للبعض، لكن فعلا. والمفاجأة الكبرى ان الطريقة بسيطة جدا. تخيل معي انه يمكن لشخص يعني ان يدمر حياتك، اقول لك يدمر حياتك فقط بمبلغ $30. تخيل معي، يعني للأسف الشديد، وأتحدث عن المغرب، نحن نتابع الفضائح ونتابع صبيتي ونتابع ندى حسي ونترك المهم والخطير في الموضوع، أن هذه التكنولوجيات إخواني أخواني أصبحت يتم دمقرطتها. وعندما أقول يتم دمقرطتها، يعني يمكن لشخص أن يدمر حياة فتاة، أن يرسل لأباها أو لأبويها كلام لم تنطقه هذه الفتاة في الواتساب، رسالة في الواتساب. يمكن لأبرياء أن يتم سجنهم في السجن بسبب ملفات صوتية، إما يعترفون إما يهددون، وهذا الشخص لم يهدد ولم يعترف. يعني الهدف من هذه الحلقة إخواني أخواتي هو أن نجمع أكبر عدد من الناس يستطيعون أن يفهمون أن هناك تكنولوجيا تزوير الصوت، وهكذا. فحتى في حالة إذا وقعت في مشكلة يمكن أن تفهم أنه تم تزوير صوتك. وسأريك إخواني أخواتي، سأريكم كيف تتم هذه العملية بسهولة جدا، بسهولة أقول لك بضعة مقارات. فالطريقة إخواني أخواتي، يتم أولا رفع ملف صوتي. يجب عليك أن ترفع ملف صوتي. هذا الملف الصوتي الذي تقوم أنت برفعه يعني يجب ان لا يقل على 10 ثواني. يمكن لاي شخص يتحدث في التلفاز او شيء من هذا القبيل ان يتم تسجيل صوته، ثم بعد ذلك يتم تدريب الحاسوب على صوته. نعم، المرحله الثانيه اخواني، يعني كما قلت، هي من 10 دقائق الى 30 دقيقه. هذا يعني 30 دقيقه، هذا يعني المده التي يجب عليك ان تكون عندك صوت او ملف صوتي لشخص. يمكنك كذلك اخواني اخواتي ان تجرب نفسك، يعني بصوتك يمكن ان تجرب يعني تسجيل ملف صوتي مباشر، وهذا ما سنقوم به. والخطوه الاخيره اخواني اخواتي هو انك هذه الملفات ترفع على سيرفرات الشركه، فيتم تدريب سيرفرات الشركه التي سنستخدمها على صوتك. بعد ان يتم تدريبها على صوتك، انذاك يمكنك ان تكتب اي شيء والحاسوب سينطقه بصوتك. اذا اول شيء اخواني اخواتي ندخل الى هذا الموقع descript.com. هذا هو البرنامج الذي سنستخدم فيه هذه العملية. ثم ننقر على داونلود، بعد ذلك تحمل البرنامج حسب نظام التشغيل، تثبت البرنامج، تشغله، تتسجل به، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذا الخيار. إذا الآن عندما يفتح معك البرنامج ستذهب إلى أوفرداب للإشارة. أوفرداب لن تتمكن من استخدامها إلا بعد أن تدفع $30، لكن للإشارة إخواني $30 يمنحونك 7 أيام بالمجان بعد 7 أيام، يعني مدة تجريبية 7 أيام. بعد انتهاء 7 أيام يقتطعون $30. إذا أنت لست مطالب بأن تدفع $30 من الأول. جربه ل7 أيام، ثم بعد ذلك إذا أحببته يمكنك أن تدفع $30 للشهر، هي كثيرة نوعا ما، ولكن أنا مشغله ل7 أيام، بعد ذلك إنه العقد. إذا بعد ذلك بطبيعة الحال تنقر هنا على create new voice. أنا بطبيعة الحال في هذه الليسنس يتاح لي فقط استخدام صوت واحد، لهذا بعد أن تنقر على create new voice ستفتح معك open training. جميل، إذا open script، بعد أن تفتح هذا هو script. إذا يجب عليك أن تدرب الحاسوب، عفوا، إذا يجب عليك أن تدرب الحاسوب على صوتك. إذا تنقر على مين سكريبت هنا. إذا طريقة تدريب الحاسوب على الصوت، إذا هذا هو السكريبت. بعد ذلك ستذهب إلى البرامج، ستنقر هنا، ثم عندما ترغب في التسجيل ستنقر على هذه الأيقونة باللون الأحمر. ثم بعد ذلك إخواني أخواتي ستنقر على الأيقونة وتشرع في الحديث. للإشارة على الأقل لا يجب عليك أن تقطع الحديث في أقل من 10 دقائق، يعني لا تقوم بالحديث. يعني يمكن أنك تتحدث بعد ذلك دخلت عليك أمك ووقفت التسجيل، فالأمر غير جيد. يجب عليك أن تتحدث لمدة 10 دقائق، بعد ذلك إذا أردت أن تأخذ راحة خذ راحة، مش مشكل، بس لازم أنك تتحدث لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
إذا بعد أن تنتهي من ذلك ستنقر على Submit Training Data. كما تلاحظ هنا لا يمكن أن نقوم بعمل Submit Training Data يعني 10 ثواني، على الأقل يجب أن تكون 30 دقيقة لتتمكن من عمل Submit. إذا مباشرة عندما تعمل Submit أخي أختي فستحتاج إلى نصف يوم قبل أن يتم التعرف على صوتك، وبطبيعة الحال الشركة ستراسلك بإيميل تقول لك انتهت عملية Submitting. عندما تتوصل بهذا الإيميل مباشرة أخي أختي لاحظ معي سنأتي إلى Voice Name ثم نقوم بعمل Edit ثم نقوم بكتابة الاسم الذي نريد. إذا بعد أن أختار الاسم لهذا الصوت إذا بعد ذلك سأرجع إلى صفحة البدء ثم أنقر على New Project Create Project وهنا لاحظ معي Hello أوكي. سأختار لاحظ معي Known Speaker هنا سأختار أمين. إذا بعد ذلك لاحظ معي Generating Overdub يعني يتم عمل Generation لهذا الكلام الذي كتبته لهذا النص عن طريق الصوت. إذا تم الانتهاء لاحظ معي. Hello. إذا كما تشاهدون معي الطريقة هي بسيطة جدا، وبصراحة أنا لا أشجعكم على استخدامها في أي إطار غير قانوني. إذا استخدمت هذه الحلقة في غير إطار قانوني فستكون أنت الوحيد المسؤول أمام الجهات الأمنية في بلدك. الدرس هو من أجل أغراض تعليمية فقط لا غير، ولا أتحمل مسؤولية استخدام هذه الطريقة في أذية الغير. إلى اللقاء.